شارك في مسابقة لوطو انت وزهرك واختار زوج الأرقام من 6. الربح كتبدا من 3000 درهم وتقدر توصل لملايين سنتيمات. مسابقة انت وزهرك كل يوم من 2 للجمعة في برنامج مورين صباح ابتداء من 8:30 على أصوات. صباح النور مريم. حظك هذا اليوم. الله يحفظك. عطينا الأرقام مريم. كل شيء مزيان. مريم جوج الأرقام 35. مريم ما تقطعيش خليك معانا. خليك معانا مريم. ناخذوا ياسمين من الدار البيضاء. ياسمين صباح النور. ياسمين كلشي بخير. ياسمين كلشي بخير. لا ديتي السنة في ريال. قولي لي الأرقام. 04 24. خليك معانا يا ياسمين. محمد من خنيفرة. صباح النور سي محمد. بونجور. ما بقاش زيد سيدي محمد. محمد نازل خنيفرة. مرحبا. قولي الأرقام أخي محمد. 35 زيد سعود وتسعود. والله حد موفق محمد. كاين واحد معنا خديجة. صباح النور العنصر خديجة. نسوي شابكة شابكة شابكة. الله يبارك فيك. خديجة خديجة السنة فري حتى قدام عينيك. هي الأرقام اختارت 10-09. خليك معنا يا خديجة. إخوان 3 ديال 09. شكون خديجة؟ فنرجع نذكر بالزبدة. بالزبدة لا الله على الفطور. مريم سعود 35. ياسمين 4-24. محمد 35 سعود. وخديجة 10 سعود. على ذكر الفطور الأخت إلهام ما لقينا فطور. هذا نداء الأخت إلهام لك وتجيب السماع. ما عرفتي الزبدة إلهام. فطر الزبدة حيت فطرتني ماشي مشكل. ألو نعاودوا الأرقام زكريا شنو كاين؟ عندنا مريم 09-35. زيد ما بقاش. 04-24. زيد ما بقاش. محمد 35-09. خديجة 10-09. شابكة شابكة الحصيصة شابكة. مستمعينا الحصيصة هي 3000 درهم 60000 ريال كتسناكم للفوز في هذا الصباح. إذا كانوا عندنا جوج ديال المستمعين عطاونا نفس الأرقام بحال مثلا مريم ومحمد عطين نفس الأرقام. إذا طاحوا هذوك الأرقام في الصح بالقرعة اللي كنقلبوا عليهم هذوك محمد ومريم تقدروا تقسموا بيناتكم هذيك 3000 درهم. كانت ياسمين أولا خديجة ف 3000 درهم غادي نديوها بوحدكم. ما كان حتى واحد فيكم اللي غيدي الحصيصة فغدا إن شاء الله غتزاد عليها 1000 درهم وغتولي في الحصيصة ديالنا 4000 درهم. هي زوينة يقسموا الحصيصة بيناتهم هي باش تحس بها انها كثيرة. صرفها خذها 50 درهمات ولا 100 صرفها باش تجيك بزاف. مستمعينا في هذه الدقيقة اللي قدامي عندي فيها الأرقام بستبيهم يلا وزكريا الأستاذة ديالنا. يا بسم الله إن شاء الله واللي غادي يعطينا جوج ديال الأرقام اللي احنا كنقلبوا عليهم إن شاء الله. واللي غادي يدير الحصيصة واش مريم ياسمين محمد أولا خديجة. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه. ويلا 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 ما جابتها شي واحد دوما تزاد 1000 درهم. يعني تولي 4000 درهم. ميرسي ميرسي. لحظة الحسم كنعيشوها في الأثناء. شكون اسم الفائز؟ مريم ياسمين سي محمد. والفائز هو أو الفائزة؟ عندي رقم. زيدني رقم آخر. زيدك رقم آخر. أجي ياسين عاوتاني. هانتوما كلشي قدامي. عندي نميرة يا المستمعين. بقى لي وحدة. كاينة نميرة. ها هي الثانية. أرا نشوفوا الثانية شنو هي. الو كاين ولا والو؟ لا ما يمكنش. جابوها. لا ما يمكنش. اقسم بالله العلي العظيم الا كاينه المراه جابت. خديجه 10 وتسعود بصحه وراحه عليك 3000 درهم هذا الصباح. خديجه الاخرى. عطيني خديجه عطيني خديجه. خديجه راكي زهره هذا الصباح. بديتي الحصيصه ديالنا 3000 درهم اللي بدينا بها داتها خديجه. وي خديجه محتاجه ليها بزاف. شنو غديري بها؟ خديجه؟ بنتري بها كتب لوليداتي. الله يفرحك. الله يسهل. صحة وراحة مريم ياسمين سي محمد. حد موفق وحد سعيد لكم. مرة أخرى إن شاء الله. مستمعينا غدا إن شاء الله الحصيصة غتحط فيها 3000 درهم. خليكم معنا على أصوات.